زوج أسمعك. زوج وأم، خمسة إخوة لأم، حليناها الآن يا شيخ، هذه نفسها بالضبط. ستة، ثلاثة، واحد، اثنين، خمسة والاثنين بينهم شيء في قاسم مشترك، أيهما أهم؟ رأسك. اضرب في خمسة، ثلاثين، خمسة في ثلاثة، خمسة عشر، خمسة عشرة، في شيء هذا أسهل ما يكون. ما تعرف تضرب وطلع الجوال واضرب بالجوال، خلاص مفهوم؟ طيب، يبقى معنا يا أخواننا هذه المسائل يسميها علماء الفرائض بالانكسار على جنس واحد. عندنا كم الآن؟ جنس واحد هنا، لكن المشكلة قال إذا جاء أكثر من جنس، أكثر من انكسار، انكسار على أجناس. إيش عندنا؟ زوج، اصبر معي، أم وأم أب و ثلاثة إخوة لأم، مفهوم الشيخ؟ الزوج إيش يأخذ؟ الجدتين يأخذوا سدس واحد. أترك الكتاب يا الشيخ، لهم سدس وهذا لهم الثلث، صح؟ المسألة من ستة، ثلاثة، واحد بينهما، وهنا اثنين، مفهوم؟ كم الجدات؟ رأسين، صح؟ وكم الإخوة؟ ثلاثة. الآن جاءنا أكثر من محفوظ، هذا يسميه العلماء المحفوظ. إيش بينهم؟ تباين، صح؟ أضرب اثنين في ثلاثة، ستة، إذا نضرب في ستة، ستة في ستة، ثلاثة في ستة، واحد في ستة، ستة على اثنين، ثلاثة، ثلاثة، اثنين في ستة، انقسم، الحل صحيح. مسألة ثانية، نفس المسألة هذه، زوج وأم وأم أب وستة إخوة لأم، لا ستة، من قال ستة؟ أربعة، هذه أربعة، مثل ما تصنعوا لي في الدفتر مو مشكلة. طيب انتبه معي، مسألتنا من ستة، ثلاثة، واحد، وهنا كم؟ اثنين، هنا اثنين صح؟ وأربعة مع الاثنين فيها قاسم مشترك اثنين، صح؟ على الرؤوس اثنين يكون اثنين، هنا اثنين واثنين، ايش بينهم؟ لا هم هذا تماثل، قال خذ واحد منهم، أيهم نأخذ، ذي الاثنين ولا ذي الاثنين؟ اللي تريد. في اثنين، اثنعش، ستة، اثنين وأربعة، مفهوم الشيخ؟ هذا إذا بينهم إيش؟ تماثل. قال فخذ من المماثلين واحدة وخذ من المناسبين الزائدة. لو كان عندنا هنا أربعة، اعتبر أنه هنا أربعة، كان الثمانية هنا، خلاص هنا أربعة، الاثنين تدخل في الأربعة؟ نعم. أيهم الأكبر؟ تأخذ الأكبر. قال خذ الأكبر وخذ من المناسبين الزائدة وخذ جميع، واضرب جميع الوفق بالموافق واضربه في الثاني. قال ولا تداهن، الله أعلم. طيب ما هو مشكلة، الآن نشوف. الآن إذا كان اثنين واثنين نأخذ رقم واحد، وإذا متداخلين نأخذ الأكبر، وإذا كان بينهم قاسم مشترك، انتبه معي، اعتبر أنه هنا ستة، ستة وأربعة بينهم قاسم مشترك وهو الاثنين، على اثنين ثلاثة، على اثنين اثنين، اضرب، إما تضرب كذا أو تضرب كذا، ثلاثة في أربعة، اثنين في ستة، إذا نضرب في اثناعش، هذا إيش؟ إذا كان بينهم قاسم، وإذا ليس بينهم شيء اضربهم بعض، اثنين في ثلاثة ستة. طيب الحمد لله، يلا حلونا المسألة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المناسخات، ما معنى المناسخات عند الفرضيين؟ ليس النسخ، لا، المناسخات عند الفرضيين. وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى. بعد عمر طويل في طاعة الله، توكل على الله الشيخ صالح، قل آمين، دعاء يا شيخ، آمين. إيش ترك صالح؟ لا، خلوا التركة الآن. إيش ترك من الورثة؟ قال ترك من الورثة ابن وبنت، مفهوم؟ مسألتهم من ثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين، مسألة واضحة بينة. بعنا السكوية وجمعنا الأموال، ها نقسم التركة. قبل نقسم التركة سبحان الله من يموت؟ الابن. نكتب أمام الابن تاء، لأن الآن الابن مات، كيف نعطي التركة؟ نوصل إليه التركة، نوصل لورثة الابن، مفهوم؟ هذه المناسخات. وإن يمت آخر قبل القسمة، قبل قسمة الأول صالح، مفهوم؟ طيب، لكن إذا انقسمت التركة وبعد هذا مات، هو أخذ التركة أصلا، مفهوم؟ طيب، وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح حسابه وعرف سهمه. إيش ترك ابن صالح ذا؟ ماذا ترك؟ قال ترك ابن وبنت، مفهوم؟ مسألتهم من ثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين، تمام. تاء يعني إيش؟ مات. المهم، طيب، صنعنا مسألة صالح على حدة، صح؟ وصنعنا مسألة ابن صالح على حدة، مفهوم؟ الآن بنجمع بين المسألتين، نجمع بين المسألتين. هذه المناسخات، هذه الجامعة الآن، هذه إيش؟ الجامعة. طيب، عندنا التاء بجانبها كم؟ ومسألتها من إيش بينهم؟ تباين. إذن اعكس، اثنين هنا وثلاثة هنا، اليمين وين؟ هنا، ثلاثة في ثلاثة تسعة. هذا مات، واحد فوق كم؟ ثلاثة بثلاثة، اثنين في اثنين، واحد في اثنين. انتبه معي، أصل المسألة مسألة صالح كانت من كم؟ من ثلاثة. الابن أخذ إيش؟ يعني ثلثين، والبنت أخذ الثلث. خلاص، شوف الثلثين الآن منقسمة عليهم، شوف أربعة واثنين ستة من تسعة ثلثين، لكن جعلناهم في مسألة واحدة. زين، نريد نقسم التركة أخواننا، بعنا السكوية وكذا، نقسم التركة. من مات؟ ها؟ من مات صالح؟ توكل على الله. قال مات هذا الابن، تاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، إيش نبي نصنع؟ إيش ترك هذا الابن؟ قال ترك هذا الابن زوجة وابن، زوجة وابن، من كم؟ من ثمانية، واحد والباقي سبعة. انتهت المسألة، صح؟ الآن نريد نصنع جامعة، مفهوم؟ الآن هنا كم؟ وهنا ثمانية، يوجد بينهم قاسم مشترك، أكبر قاسم يوجد. قال اثنين، لا، ما نريد الاثنين، أكبر من اثنين أربعة، أربعة على الأربعة اعكس، هنا واحد، ثمانية على الأربعة اثنين، هنا تسعة في اثنين كم؟ طيب، هذا مات وهذا مات، عشان لا تلخبط. اثنين في ثلاثة ستة، اثنين في اثنين، واحد في واحد سبعة، في واحد اجمع
مضبوطة؟ طيب ها؟ تمام ايش؟ طيب جينا نريد نقسم التركة، من يموت؟ خلاص؟ وامشي ما عندك إشكال. هذه المسائل أين تحدث؟ تحدث يا شيخ، أنتم تعرفوا عندنا الآن، وهذا أكبر إشكال سنتكلم عنه، وهذا الإشكال اللي نبهونا علينا إخواننا اليوم، أنه في بعض المناطق هدانا الله وإياهم هم ساروا على طريقة أهل الجاهلية، لا يورث النساء، صح؟ الله ورثها. إذا لابد يا إخواننا أنتم تبثوا العلم وتقولوا الله ورث المرأة، صح الشيخ؟ قال لا، كيف نورثها؟ متزوجة، المال يأخذ من؟ الله أعطاها، يأخذ من لأكوها مالها وهي حرة فيه. قال لا، تتنازل. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول أحيانا يأتي التنازل من باب الحياة، تستحي، لأنه قال لأن لو أخذت الإرث تبرأ منها وأصبحت إيش؟ منبوذة ومطرودة. ولهذا يا إخواننا آيات المواريث، عندما انتهت آيات المواريث في أول سورة النساء، بعدها كان أي آية؟ تلك حدود الله. لماذا؟ لأنهم كانوا في الجاهلية لا يورثوا النساء. ولهذا الآن الشباب هذا أعطاها أربعة أرباع وهذا أعطاه، قال لأننا نحن نكتب ولا تأخذ شيء، لو تكتب لها نصف للزوجة ما تأخذ شيء، صح أو لا؟ أي نعم يا أخواننا. أكثر أول درس أخذناه في الفرائض أن أكثر المشاكل في العوائل بسبب الإرث بل القتل، ولو ترجع إلى المحكمة تجد أساس أكثر المشاكل في المحكمة بسبب الإرث، أخويا ووالدي وجماعتنا وكذا. فماذا نصنع؟ أول ما توكل على الله يموت نبدأ بقسمة التركة. أما قال لا والله صالح ساكن في شقة، طيب والزوجة في شقة، زوجة اللي مات، ومن والبنت مع زوجها ما لها شيء، ولو طالبت تبرأ منها، لا قسم التركة. جاء بعض الورثة وقال لا، البنات متنازلين، البنات بنات الميت متنازلين. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ما ايش يقول؟ يقول اسمع، انت تعطيها التركة ما تتنازل، تعطيها تركتها وهي بالخيار تترك المال او لا تترك المال، يعني ما تقول لها تنازلي، هذا حقها سلمه. واحنا عندنا في التركات الان في القسمة نعطيها حقها ونوقعها ورقة بماذا؟ باستلام الإرث، مفهوم الشيخ؟ طيب بعنا السكويا وبعنا المعدات، الجوال والشماغ والجنبية، والمهم الأشياء التي يملكها الآن، يوم بعنا الأغراض كلها طلع المبلغ كم؟ ها يا شيخ اتق الله، طيب طلع المبلغ 180,000 ريال سعودي، 180,000 ريال سعودي. نقول نكتب هنا المبلغ كم؟ 180,000، صح؟ قسمة آخر جامعة كم؟ باقي صفر؟ اي والله. طيب قسمة 18 كم يساوي؟ 10,000. يا سلام، 1 2 3، تمام. إذن هنا نكتب 180,000، صح؟ في 6 × 10 × 6 60,000، هذه البنت صالح، صح؟ تمام. وهذه بنت ابن صالح لها كم؟ 40,000. وهذه 10,000، 70,000، الله يبارك، مفهوم؟ وانتهينا من التركة، مع السلامة. خلاص يا شيخ، أي مبلغ عندك قسمه على آخر
جامعة ثم أضربه في سهام كل وارث، مثل ما صنعنا في تركة الشيخ صالح بعد عمر طويل في طاعة الله. مفهوم؟ تمام.